سؤالنا النهاردة جاي من التيك توك، وازاي بتكون حاردة تحت الباط للغرزة البسيطة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في فكرة جديدة. الغرزة البسيطة من ابسط غرز الكروشيه التونسي واسهلها، ولذلك هنستخدم لها برضو حاردة بسيطة وتكون سهلة. ادي الغرزة البسيطة، هي عايزة حاردة تحت الابط تحديدا. اول حاجة الغرزة بتاعتي اهو اللي انا هاخدها، هسحبها واعمل بيها منزلقة، تمام؟ بعدين هكمل باقي الصف بتاعي عادي. طبعا هننزل الحردة نفسها بالغرزة بكل حاجة في دروس تعليم التونسي في الفنيات، ولكن بعد رمضان. طبعا لو عاوزين الغرزة نفسها وازاي تشتغلوها هتلاقوها في صندوق الوصف. خدت كل حاجة، هنا عملت منزلقة، واخر الصف هنا ههمش الغرزة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وكده اكون عملت اول حاجة في حردة تحت الابط. الغرزة اللي بعدها اعمل برضو منزلقة، في اول الصف بعمل منزلقة، في اخر الصف بهمش اخر سلسلة. اول غرزة اعمل فيها منزلقة، وبعدين باخد كل الغرز. قبل ما اوصل لاخر الصف بسيب اخر واحدة، وبروح على طول اخد ديت كأنها الاخيرة، وارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض بالشكل ده. تتكون معايا حردة تحت الباط بالنسبة للغرزة البسيطة. ولكن في حردة تانية احنا بناخدها وبتكون شكلها مش كده خالص. ايه هي دي؟ من هنا من على اليمين ومن هنا من على الشمال، بتديني نفس التأثير. ازاي دي بتتعمل؟ ببساطة جديدة. ادي نفس القطعة بتاعتي، باخد برضو اول واحدة واعمل منزلقة، وبمشي باقي الصف بتاعي، باخد كل الغرز اهو. دي طبعا احنا كنا بنسيبها، لا هاخدها. اوكي، بس هعمل ايه؟ هعمل لها منزلقة مع اللي قبلها، تمام؟ هرتفع سلسلة وهسحب كل اتنين مع بعض بالبساطة دي. بالبساطة دي، وسهلة جدا، مفيهاش اي تعقيدات، وبتبان اكتر طبعا في الاحجام الضخمة. انهي الافضل بالنسبة للغرزة دي؟ زي ما انتوا شايفين الغرزة دي افضل حاجة ليها هي الطريقة التانية، وانك ما تسيبيش اخر حاجة بالمنظر ده، لان زي ما انتوا شايفين حاسين ان في تنافر او ان في شكل عجيب ما بين اليمين وما بين الشمال في الشكل. فانا هطبق الطريقة التانية في الحردة، هو ان هاخد منزلقة من اليمين ومن الشمال، وبتكون اسهل طريقة. افك دي وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين اول واحدة بعمل فيها منزلقة، وبعديها باخد كل الغرز البسيطة الباقية، باجي عند نهاية الصف بعمل منزلقة في اللي قبلها، بطلع الغرزة دي من دي، وبعدين بقى برتفع سلسلة وبسحب. بيكون معايا الحردة يمين زي شمال بالظبط، وزي ما احنا عارفين انه لازم نعمل اصفف ارتفاع بدون اي تناقص او تزايد بالنسبة لاي غرزة عشان تبتدي تظهر معايا. لازم اصفف الارتفاع دي تكون كتيرة؟ اكيد لا، مش مضطرة ابدا ان انت تكتريها، صف واحد صفين بالكتير، وهتبتدي تظهر معاكي الغرزة بتاعتك. وزي ما انتم شايفين الحردة بتاعتي كده بقى شكلها احلى وافضل بكتير من المرة الاولى، ولو مركزة معاها قوي هتكون شكلها زي ما انتم شايفين كده. والحردة دي بتصلح تكون تحت الباط او حردة اكمام. وبكده تكون خلصت فكرتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم وقدرتوا تستفيدوا ولو حاجة بسيطة من الفكرة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة. مع السلامة، رمضان كريم، متنسوش اللايك والشير. باي.